عمرك سمعتي وقريتي عن مجانين الفنانين؟ طبعا مجانين الفنانين اتكتب عنهم كتير قوي زي مجنون ليلى علوي ومجنون يسرى ومجنون فيفي عبده ومجنون هالة صدقي ومحمد هنيدي وفي كتير قوي بيروحوا لهم تحت البيت ويكلموهم في التليفون ويعملوا حاجات غريبه كده وكمان في مجانين شيرين سيف النصر وفيفي عبده كمان ودينا وزمان اكيد كان في مجانين كتير قوي يعني مجنونة عبد الحليم مثلا ومجانين رشدي اباظه وعمر الشريف كمان مجانين وعمر الشريف كمان يا سيره ازيك عامل ايه بص بقى احنا بنتكلم عن مجانين فنانين وعايزين نعرف هم موجودين لحد دلوقتي ولا انا عندي مجنونه 2006 مجنونه رسمي قول مجنونه عملت كارثه ايه بقى فجاه احنا طبعا عارفين ان من اسبوع كان في خطوبه كريم عبد العزيز ايوه كانت من كام يوم واحده اسمها نورهان كلمت صحفي قالت له خلي بالك هتحصل كارثه في الفرح لا بجد ولا ايه قالت له في واحده اسمها نعمه عطا الله نعمه عطا الله لا اسمها نعمه عطا الله ايه هتعمل ايه هتروح الفرح وهتضرب كريم برصاص لا بتهرب طبعا الصحفي ما عرفش هيعمل ايه طبعا خاف يقول لكريم عشان ما يلغيش الفرح او يحصل حاجه فكلم الفندق وقال لامن الفندق ان في هيحصل كذا 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 فقام هو قام امن الفندق حط احتياطات امن رهيبه وعمل امن جامد جدا كان في حد كبير قوي جاي الفندق بس قام كريم وهو داخل في الزفه بيبص فلقى امن كتير قوي فسال امن الفندق قال لهم ايه هو في ايه؟ قالوا لا احنا عاملين احتياطات امن عشان في واحد بس مهم جاي الفندق وبتاع يعني كريم ما كانش يعرف ما هو خاف يقولوا له عشان ما يتوترش هو في الفرح ممكن ما يجيش الفرح اصلا طبعا وبعد كده الحمد لله ما حصلش حاجه واحنا ما نعرفش طبعا امن الفندق اللي لحقوا الموضوع ولا لا ولا هي ما جاتش اساسا الحمد لله وعدى الفرح كريم الف مبروك على الخطوبه وسلامتك الف سلامه كل دي بقى الاخبار اللي انت جبتها لنا النهارده لا إيه؟ هو انا هجيب لكم اي كلام كده انا جايب لكم اخبار تحفه جايب لكم إيه اخبار كتير قوي ايه بقى الاخبار التحفه بقى دي طبعا كلنا عارفين فيلم الحب الاخير اللي هو بطوله سام وزين وغادة عبد الرازق وزينة اللي كتب القصه والمنتج وليد التبعي ايوه كلمت انا بقى المنتج وليد التبعي وسالته قلت له ايه اخبار الفيلم قال لي عملنا مطارده رهيبه في التجمع الخامس كان فيها 22 عربيه الله. وكمان عربيتين نقل الله اتكلفت المطارده دي ربع مليون جنيه واو ايه بقى ليه بقى ازاي ربع مليون جنيه ده قليل جدا أيوة عشان طبعا. عملوها بفنيين مصريين ده كان عمل بفنيين اجانب وكانت هتتكلف مبالغ اضعاف يعني وايه كمان وعندي خبر ليكوا تاني تحفه إيه الممثل الكوميدي الكويتي داوود حسين وصل مصر علشان يمثل في مسلسل بتاع شي توتو مع سمير غانم وفاروق الفيشاوي المفروض ان هو هيطلع صاحب فاروق الفيشاوي في المسلسل وسمير غانم هيقعد يغلس عليه الله المسلسل ده حلو جدا هيبقى ممثل كوميدي جامد جدا هيبقى طبعا مسلسل جامد جدا على فكره المسلسل ده من تاليف يوسف معاطي والاخراج لمحمد فاضل في اخبار ثانيه عند حضرتك لا كفايه عليكم كده النهارده نشكرك على الاخبار بتاعت النهارده مش عايزين اي حاجه اشوفكم بكره في اخبار جديده ان شاء الله باي